معانا الأستاذ أحمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل على حاجة. أنا حضرتك بشتغل بدل الشغل اثنين، حكم عليا الظروف إن ستي تطلع تشتغل وتساعد معايا في البيت. بس بيجي في وقت مشكلة، مع إن أنا بشتغل يعني بدل الشغلانة اثنين، بس أنا عامل وظروفي على قدي، مرتبي مش اللي هو المرتب الكبير، ومعانا أولاد. نعم. فهي بتطلع تشتغل كتر ألف خير. بس بيجي عليها وقت وتقعد تعايرني، تقعد تقول لي أنا بشتغل زي زيك. انا بعمل زي ما انت بتجيب انا بجيب. طيب هي كده بتعايرك، هي كده بتعاير. طب ما تيجي يا استاذ احمد نبص لها من حته تانية. هي كده بتعايرك ولا بتفكرك بقد ايه هي بتحبك؟ مش عارف بقى يا شيخ، انا عايز اخد حلو قوي والله. انا حاسس من اول، تعرف انت، انا حسيت بانك انت راجل طيب وراجل جاي، راجل قلبك طيب منين؟ لما قلت جزاها الله خيرا ان هي بتخرج معايا وبتساعدني، فانت راجل حقاني. فتعالى لما نفهم الكلام ما نفهموش بحساسيه ونفهمه غلط. هي بتقول لك ايه؟ انا بشتغل زي ما انت بتشتغل. هي عايزه تقول لك ايه؟ كلمه حلوه يا اخي، حته امتنان. قول لي ربنا يخليكي، انا والله حاسس ان انا ربنا اداني نعمه من ربنا ان 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 ان, إن, إن اللي اداني خلاني اتجوزتك واخترتك ده، والله العظيم ده حاجه من نعمه من ربنا. الرجاله إيه؟ لما اقول لهم يقولوا كده للستات يقولوا لي ايه؟ ما هو الستات كده هتتمرع. بس على فكره ربنا لما قال وقولوا للناس حسنى ما كانش فيها مساله ان الناس هتتمرع. لما ادفع بالتي هي احسن ما فيش حكايه ان هو هيتمرع ده. عارفين ليه؟ لان احنا لما بنتكلم الكلمه الحلوه، احنا بنتكلم الكلمه الحلوه ومش مستحضرين ان الكلمه الحلوه دي يسمعها مولانا قبل ان يسمعنا من نقول له هذه الكلمه الحلوه. فربنا يحفظنا. وما تخافوش يا ساده، اتكلموا الكلام الحلو، فالكلام الحلو عبادة. كلمها كلام حلو، وعشان كده لازم تحس ان ربنا معانا. وعشان كده، وعشان حلقتنا النهاردة كانت حلقة مليانة بالاختلاف اللي